بونجور، النهاردة كنا عاملين كنت بطبخ سمك مقلي، فقلت بقى بالمناسبة دي نتعلم كلمات جديدة متعلقة بالأسماك. ناخد كده أنواع من الأسماك، وأتحداكم مش هتخرجوا من الفيديو إلا وانتوا حافظين الكلمات بتاعتنا النهاردة. تابعونا. اول حاجة هنعرفها النهاردة، بما ان اكلتنا النهاردة سمك مقلي، فيعني ايه سمك مقلي؟ يعني poisson frit. poisson frit يبقى le poisson frit اللي هو السمك المقلي. تمام. طيب اكزامبل عشان برضو نفهم اكتر، لما اقول qui veut du poisson frit، qui veut du poisson frit، مين عايز سمك مقلي؟ تمام، من يريد سمك مقلي، يبقى كي فو دي بواسون فري. طيب السمك بقى المشوي يعني ايه؟ يعني لو بواسون غريي، لو بواسون غريي. تمام، يبقى السمك المقلي اخذناه اللي هو بواسون فري. طيب مشوي يعني بواسون غريي. تمام، بالنسبه بقى لو بواسون غريي السمك المشوي، ناخد برضو اكزامبل عشان نفهم اكتر. لما اقول je n'aime pas le poisson grillé، je n'aime pas le poisson grillé، يعني انا ما بحبش السمك المشوي. يبقى كده حفظنا مع بعض ان poisson frit، le poisson frit اللي هو السمك المقلي، انما بقى le poisson grillé اللي هو السمك المشوي. تمام، تعالوا بقى دلوقتي نتعرف على انواع الاسماك عامه. تمام، يعني اللي هو الاسماك بقى السمك القرش، الحوت، السردين، الدولفين، الحاجات كل اي حاجه في البحر يعني الاسماك. تمام، اول حاجه السمك اللي هو القرش بنقول عليه ايه؟ لو روكان، لو روكان، لو روكان السمك اللي هو ليه القرش، القرش. تمام، طيب الحوت، الحوت يعني ايه؟ لا بالين، لا بالين، لا بالين يعني الحوت. نيجي بقى اللي هو ايه؟ السردين اللي انا بكرهه جدا جدا، يعني السردين يعني لا ساردين، لا ساردين، لا ساردين اللي هو السردين. اللي بعده بقى لو تون، لو تون، عارفين سمك التونه؟ يبقى لوتون اللي هو سمك التونة، لوتون. نيجي بقى بعد كده، عارفين السمك اللي هو البياض؟ هو اسمه كده. تمام، بنقول عليه ايه بقى؟ لو ميرلون، لو ميرلون، لو ميرلون، لو ميرلون اللي هو سمك البياض، لو ميرلون. تمام، نيجي بعد كده بقى الدولفين، الدولفين طبعا يعني ايه؟ لو دوفان، لو دوفان، لو دوفان اللي هو الدولفين، لو دوفان، لو دوفان. قسموا الكلمة دايما لمقاطع سيلاب، هتلاقوها ان هي ايه؟ سهلة في الحفظ، لو دوفان. نيجي بقى بعد كده لو سومون، لو سومون اللي هو السلمون، لو سومون، لو سومون. دايما نقسم الكلمة هو زي ما اتفقنا لسيلاب، لو سومون، لو سومون، لو سومون. تمام، اللي هو ايه؟ السلمون. نيجي بعد كده بقى، عارفين السمك اللي هو السيف، اللي هو بيبقى ليه سيف كده، مش عارفه هم بيسموه سيف ابو سيف، مش عارفه بقى هو النوع كده، نوع السمك ده كده يعني. ليس بادون، ليس بادون، ليس بادون. تمام، يبقى السمك اللي هو السيف ده اللي هو ايه؟ ليس بادون. نيجي بعد كده السمك، عارفين اللي هو الدنيس، بنقول عليه ايه بقى؟ لا دوغاد، لا دوغاد. الدنيس يعني ايه؟ لا دوغاد، لا دوغاد، لا دوغاد، لا دوغاد. تمام، اخر حاجه معانا النهارده بقى، طبعا وخدناها عملناها في فيديو قبل كده، اللي هو الجمبري. الجمبري يعني لا كروفيت، لا كروفيت، لا كروفيت، الجمبري. تمام، وهسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاع الفيديو بتاع كنا عاملين كفتة جمبري وكده، كانت وكان فيها كلمات كتير جدا وجمل. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف اللي تحت الفيديو، او هسيبها لكم في اول تعليق مثبت تحت الفيديو. تمام، يعني شوفوا تحت الفيديو كده، لو صندوق الوصف اللي هو السهم، اللي سهم كده
تحت الفيديو، اضغطوا عليه هيجيب لكم كل اللينكات بتاعتنا، البيج بتاعتنا والجروب والفيديو، وفي كمان كام فيديو كده يعني. يعني افتحوا الديسكريبشن او صندوق الوصف هتلاقوا فيه كل حاجه تشوفوها. تعالوا بقى نراجع على الكلمات اللي خدناها النهارده والجمل، عشان زي ما قلت لكم مش هنخرج من الفيديو ان شاء الله الا وانتوا حافظين كل الكلمات والجمل اللي خدناها في الفيديو النهارده. اول حاجه احنا بنعمل ايه؟ لو بواسون فري. بواسون فري اللي هو سمك مقلي. بواسون فري، بواسون فري، تمام. قلنا اكزامبل عليها عشان نفهم اكتر نفتكروا بيها. يعني لما اقول كي فو دو بواسون فري، كي فو دو بواسون فري، يعني مين عايز سمك مقلي. طيب قلنا كمان السمك بقى اللي هو المشوي، يعني لو بواسون غريي، لو بواسون غريي. قلنا برضو اكزامبل عليها ما اقول جو نيم با لو بواسون غريي، جو نيم با لو بواسون غريي، انا ما بحبش او لا احب السمك المشوي، تمام. خدنا بقى كمان كلمات كتيرة، مش كتيرة او النهاردة، بس كلمات يعني معقولة يعني. ياريت طبعا انتوا كل اللي بيشاركونا وبيبعتولي على الخاص وكده ابعتولي براحتكم على الخاص، تمام، على الجروب، تمام، برضو مشاركاتكم معانا. دايما في ناس كتير يعني بصراحة هما كمان بيشجعوني اكتر بالطريقة دي، بيشاركوا معانا وبيبعتولي الحفظ بتاع كل فيديو، كلمات بتاعت كل فيديو بيبعتوها لي عشان ايه نتشجع ويشجعوني اكتر ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. فشكرا بجد ليكم، لان بجد بتشجعوني ان انا استمر. دلوقتي بقى احنا كمان اخدنا الكلمات اللي هي الاسماك والحاجات دي خدناها النهاردة، فدلوقتي هعمل بقى معاكم ايه، عارفين دكتي، هنعمل دكتي املا، املاء يعني، بحيث ان انا امليكوا الكلمة وانتوا تكتبوها في الكومنتار في الخاص زي ما اتفقنا بقى اللي انتوا بتحبوه، المهم تشاركوا معانا، تمام. فانا هعمل كده دلوقتي، همليكوا الكلمات وانتوا تكتبوها لي في الكومنتار. اول كلمة معانا le requin، le requin، le requin، le requin. تاني كلمة la baleine، la baleine، la baleine، la baleine. بعد كده la sardine، la sardine، la sardine. اللي بعده le temps، le temps، le temps. الكلمة اللي بعدها le merlan، le merlan، le merlan، le merlan. بعد كده le dauphin، le dauphin، le dauphin. Le saumon، le saumon، le saumon. L'espadon، l'espadon، l'espadon. La dorade، la dorade، la dorade. آخر كلمة بقى la crevette، la crevette، la crevette. تمام، اعملوا بقى الكلمات دي، يلا شجعوني وحلوا بقى، بعتولي الحلول بتاعتكم الجميلة، وعشان كمان تشجعوني اكتر زي ما اتفقنا نشجع بعض يعني على الحفظ وكده. كده انتهينا من الفيديو بتاعنا النهاردة. لو الفيديو عجبكم اعملوا بقى لايك كده للفيديو، عايزة لايكات كتير جدا على الفيديو ده. واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل علامة الجرس، واختار منها اختاروا منها كلمة الكل. وفي الاخر اقول لكم جو فو ريميرسي دو فوتر اتونسيون اي ميرسي دافوار ريغاردي ما فيديو. باي باي.